أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عادت الاحتجاجات المطالبة بصرف مرتبات المتقاعدين للظهور مجددا في شوارع العاصمة المؤقتة عدن، فمنذ 4 أشهر وعملية صرف المرتبات متوقفة دون ما أسباب واضحة. تنوعت الفعاليات الاحتجاجية ووصلت لقطع عدد من الشوارع الرئيسية لساعات محدودة ومناشدات رئاسة الحكومة والجمهورية للاستجابة للمطالب الحقوقية لكن دون جدوى. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا لا تسارع الحكومة في صرف مستحقات المتقاعدين العسكريين حتى اليوم؟ وما هي الإجراءات المفترضة لإنجاز ملف المتقاعدين العسكريين وحل مشكلاته بعد كل هذه المعاناة الممتدة منذ سنوات؟ يواصل المئات من الجنود والضباط والمتقاعدين العسكريين فعاليتهم الاحتجاجية المنددة بعملية تأخير صرف مرتباتهم منذ عدة أشهر، في الوقت الذي وجهت الحكومة بإنهاء صرف المرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين في جميع المحافظات. اللجنة الإشرافية لصرف المرتبات قالت إن تأخر الرفع بكشوفات المتقاعدين العسكريين في عدن وراء عدم صرف مستحقاتهم إلى اليوم، لكن المتقاعدين يقولون إن الحكومة لا تهتم بملفهم ومطالبهم ويشكون من وجود تلاعب بالكشوفات وتعمد تغيير في البيانات المتعلقة بهم. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير ومن ثم نعود لمتابعة النقاش مع ضيوفنا. في قلب العاصمة المؤقتة وعلى مقربة من قصر المعاشيق حيث مقر الحكومة والرئاسة، تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للمتقاعدين العسكريين بحثا عن مرتباتهم التي لم تصرف منذ 5 أشهر. المئات من المتقاعدين ينتظمون منذ أشهر في طوابير طويلة أمام مكاتب البريد بحثا عن الراتب الذي لم يصل على الرغم من الوعود الحكومية المتلاحقة. يبدو ملف العسكريين المتقاعدين الأكثر تعقيدا من بين ملفات الجيش المطروحة على طاولة الحكومة، إذ لم يجد الطريق لحسم مشكلاته حتى اليوم. فهناك من المتقاعدين من لم يتم تسوية أوضاعهم منذ سنوات، وهناك من تم إقصاؤهم. تمضي الحكومة في إنجاز ملف المرتبات متجاوزة الحواجز البشرية المحتجة في شوارع عدن وفي جبهات القتال، وليس هذا تجاوزا متعمدا بالنسبة للحكومة ولكثيرين أيضا، فهناك من الملفات ما تستدعي الحاجة لاستكمال بياناتها. يتساءل الكثير من المتقاعدين عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار مشكلة عدم صرف المرتبات، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتأجيل صرف مرتباتهم التقاعدية ولماذا تصم الجهات الرسمية آذانها عن معاناتهم. استبشر المتقاعدون خيرا حين أعلنت الحكومة التزامها بدفع مرتبات جميع موظفي الدولة والبدء بإرسال مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. وما بين استمرار أزمة صرف مرتبات المتقاعدين وتجاهل الجهات الرسمية، هناك مسافة واسعة من قصة معاناة ممتدة لسنوات طويلة. حان الوقت أن تجد نهاية سعيدة لكل مشوار الألم الذي غلفها خلال الفترة الماضية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ مع اللواء مطهر مثنى العسكري المتقاعد الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن. مرحبا بك سيد مطهر. نعم أسمعك، هل تسمعني سيدي؟ أيوه أسمعكم. أهلا بك سيادة اللواء. 5 أشهر وأكثر وأنتم بدون رواتب وتطالبون الجهات المعنية بصرف رواتبكم، لماذا لم تستجب الحكومة لمطالبكم حتى اليوم؟ أنا أولا مطهر مثلنا موسى الحكم. نعم تفضل سيدي. الشعير بالنسبة للمرتبات لنا أكثر من 6 أشهر، وكثير من الضباط المتقاعدين والمبعدين فعلهم أي اهتمام من قبل الدولة حتى الآن. والجانب الثاني تفضل. كثير من الضباط نعم تفضل سيد. تسمعونا تمام؟ نعم أسمعك تفضل. طيب، وكثير من الضباط المتقاعدين كان لهم شرف المساهمة و
نعم، إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة اللواء مطهر. إذا ننتقل إلى سيادة مستشار وزارة الداخلية العقيد عادل الحالمي. مرحبا بك سيد عادل. شكرا. أولا صحي العميد سيارة عادل الحالمي. نعم. الأعلى للمقاومة الجنوبية. نعم، العفو منك. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. نعم، العفو منك سيادة العميد. شكرا نعم. على هذا الاستضافة. أهلا أما بك. بما يخص يعني جمعية المتقاعدين. نعم. خاصة بعد اكتساح يعني دولة الجنوب من قبل قوات عفاش. قد تم اقصاء جميع ضباط الجيش والامن من اماكن اعمالهم ومناصبهم ولم يعني يقف عند هذا الشيء بل قاعدوا من كانت خدمته حتى لا تتجاوز الخمس سنوات الى العشر سنوات شباب وكانوا ضباط حديثين. تم اقصاء هذه الفئه كامله من الامن والجيش فمرت عدة سنين يعني عانوا فيها الكثير والكثير عانينا إلى أن أتت هذه الفترة وعند الحرب الأخيرة الذي شنها عفاش والحوثي تم الحمد لله يعني سيطرة على الأمور خاصة هنا عندنا في كل أغلب المحافظات الجنوبية فلا نجزم ككل في المناطق المحررة إلا أن للأسف الشديد الآن لا زالت جمعية المتقاعدين وضباط الجيش والأمن السابقين يعانوا كثير من هذه الإشكالية. نعم، إذا سيادة يعني العميد سيادة العميد عفوا على المقاطعة، أنتم في وزارة الداخلية كيف تتابعون الفعاليات الاحتجاجية للمتقاعدين العسكريين في عدن؟ لماذا لا تسارعون في الضغط من أجل حل هذه الإشكالية وصرف مستحقاتهم وصرف مرتباتهم؟ طبعا هنا موجود انتم تعرفوا الوضع حاليا يعني في تم تشكيل لجان للصرف ولكن لم تكن بالمستوى الذي يتواكب مع يعني الموجود لا زال القصور يتحمل يعني الحكومه تتحمل هذا الشيء سواء كان يعني الان متعمد او غير عمد يعني معروف المتقاعدين العسكريين هنا في البنية في الجيش ولم لا يوجد لك مصدر دخل غير راتبك الشخصي. نعم، هذا القصور الذي تتحدث عنه سيادة العميد من قبل من ومن يتحمل مسؤوليته؟ من قبل الحكومة. طبعا من قبل الحكومة ما في جدية في الأمور يعني لابد نعم نناشد عبركم منذ شهرين سيادة العميد وسيد بن دغر يتعهد بدفع مرتبات جميع الموظفين في جميع الجمهورية وهم اليوم يرسلون المرتبات إلى صنعاء. إذا أين المشكلة؟ لماذا لا يتم دفع مرتبات هؤلاء في عدن؟ يعني أعتقد أنك تكلمتي بضعفين الجواب يعني هكذا يعني الآن الأزمة هنا الأمور يعني المتقاعدين العسكريين القدامى ايا كانوا في تلقى في تسليم رواتبهم فترات والسياسيين يصرفوا لنا الكلام يعني الكلام نحن لا نريد صرف الكلام ولا يعني القفز فوق الواقع نريد نمشي على واقعنا على الواقع والموجود اذا في تنظيم حقيقي تمام ويتحمل المسؤوليه الاخوان في الحكومه هذه مسؤوليه تاريخيه لا يعني اسر يعني تموت من الجوع لا يوجد دخل لهؤلاء الضباط غير رواتبهم. نعم سيادة العميد إذن من هي الجهة من هي بالضبط الجهة المسؤولة عن هذا الملف؟ هل هي وزارة الدفاع، وزارة المالية، الداخلية؟ وزارة الدفاع عندنا وزير لا زال محتجز في سجون الحوثي ويعني وزير الداخلية حدث ولا حرج وموجودين هنا يعني. نعم أنتم صارمة. نعم، أنتم كمستشار في وزارة الداخلية ما الذي قدمتم تجاه هذا الملف والإشكالية التي تتحدث عنها ما هي بالضبط؟ هل هي إشكالية فنية بعد أنه لا توجد هنالك كشوفات أم ما هي بالضبط؟ طبعا نحن هنا كمستشارين لم يأخذوا منا نعم نحن نستخدم قوة المقاومة
لم ياخذوا مننا يعني سعاده الوزير او غيره، يعني لم يطلبوا يعني عمل حقيقي، الا انهم يعني في تقصير من قبلهم، لا توجد يعني جديه، ولا نعلم ما هو السبب، لا توجد جديه. الحرب في صنعاء وفي عد وفي دعز، كل الامور تمشي هناك، الامن يمشي، القضاء يمشي، النيابه تمشي، كل الامور مستتبه، وهم في وضع وهنا الامور في ايدي الشرعيه، في ايدي الجيش، في ايدي المقاومه. لماذا هذا التلك والتماطل؟ لماذا؟ لانه في اجنده لا زالت تتبع العفاش، ولكن لا يوجد بعض القاده، لا توجد عندهم الشجاعه شيء يتكلموا في هذا الجانب. نعم سيادة العميد، نعم سيادة العميد، إن كنتم أنتم في الجهة الحكومية المناط بكم الرد على هذا السؤال، تتساءلون إذن من سيجيب علينا؟ إذن ابقى معي سيادة العميد، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث ناطق المجلس الأعلى للمتقاعدين العميد عبد المعطري الذي ينضم إلينا من الضالع. مرحبا بك سيادة العميد. يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك سياده العميد، انتم وجهتم رساله للحكومه بخصوص الوضع الذي تعيشونه، اذا ما مستوى تجاوب الحكومه مع مطالبكم؟ بماذا تم الرد عليكم؟ اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نحن بصدد يعني التفاهم حول فعاليات سوف تنطلق قريبا ان شاء الله، بعد ان يعني صبرنا اكثر من اللازم منذ شهر اغسطس وحتى الان، يعني المتقاعدين العسكريين معظمهم لم يتحصلوا على رواتبهم، ويعني لا نعرف هل هذا هو يعني استخفاف، هل هو عدم مبالاه، هل هو عدم مسؤوليه. نحن ناشدنا الحكومه بان تصرف مرتبات المتقاعدين باسرع وقت، اذا لم نحصل على استجابه نحن كما تعودنا سوف نبدا بفعاليات في اولا في مديريه في محافظه الضالع ولاحق وفي اديان ثم ننتقل الى عدن. نعم، انتم اذا عندما خاطبتم الجهات المعنيه بماذا تم الرد عليكم؟ لم كان هنالك رد؟ لم يكن هناك اي رد لحد الان، ربما انهم سقط سهوا اسم المتقاعدين يعني ولم يكن في حسبانهم، ربما يعني لا نعرف ما هو السبب، لانه يعني تم صرف مرتبات معظم الموظفين والمجندين الجدد، ولكن قال الجيش جمهوريه المد الديمقراطيه الشعبيه يعني لحد الان لم يتم لهم الصرف، هل لا نعرف هل هو يعني تعمد؟ نحن لا نستطيع ان نجزم، ولكننا بصدد يعني رد او انتظار او تفاعل، وحمل الحكومه الشرعيه مسؤوليه هذا يعني هذا الاسلوب من العنجهية، يعني هذا حرام. نعم سيادة العميد، هذا المتقاعدين لديهم اسر لديهم مسؤوليات، وايضا يجب على الدوله ان تتحمل مسؤوليتها. نعم انتم من خاطبتم؟ من هي الجهه التي تخاطبتم معها؟ نحن ناشدنا الحكومه، ناشدنا الرئيس، ناشدنا كل الجهات المسؤوله بحكم سلطه الامر الواقع انهم يجب ان يصرفوا رواتب المتقاعدين. نعم أنتم في وقت سابق أعتقد عقدتم اجتماع مع ممثل من الحكومة بهذا الخصوص؟ لم نعقد أي اجتماع، هو بالأخص يا أخي العزيز أول شيء أريد أن أصحح، معظمهم متقاعدين وهم بالأصح ليس متقاعدين وإنما المتقاعدين قسرا منذ حرب 94 وحتى اليوم، معظمهم لم يتداول عمل هجر، وإنما فرضنا على أسماء على تسمية المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ولكن بعضهم ليس متقاعدين وانما من اضطروا الى التقاعد اجبارا، ولهذا السبب يعني في بعض من الاخوه الزملاء يعني حاولوا ان يحلوا مشاكلهم الشخصيه واقربائهم وزملائهم، ولكن الغالبيه العظمى يعني الى حد الان ما حد لم يلقوا اي اهتمام من اي جهه كانت. اذا هؤلاء المتقاعدين العسكريين كانت سابقا منتظمه رواتبهم ام من المبعدين والذين لم يتم تسويه وضعهم اساسا؟ لا هو بالحقيقه يعني كانت بعد 94 غالبيتنا كلنا كنا احنا الى التقاعد، ولكن تم حل جزئي لبعض، احنا عدنا بعضنا الى الخدمه ولكن لم نمارس مهامنا، لكن البعض الاخر ظل متقاعد ولم تساوى رواتبهم، ظلوا يستلموا يعني عقيد يستلم 45000 ريال، عميد يستلم حوالي 60000، ولهذا السبب لم تساوى اوضاعهم، ولم ايضا بالاخير اقتنعوا بالحاصل ولكنهم لم يعطوا لهم رواتب بالخالص، يعني منذ حوالي 5 اشهر وهم بدون معاشات،
وخاصة في المحافظات الجنوبية معظم الناس معتمدين على رواتبهم، يعني مسؤولية كبيرة أمامهم، هم يتحملون مسؤول أسر، هناك أطفال، هناك مدارس، هناك مستشفيات، ولكن بصراحة نحن لا نعرف ما هذا اللي حاصل الآن. نعم، إذن سيادة العميد ابقى معي لو سمحت، واسمح لي لأن أعود إلى سيادة العميد الحالمي. سيادة العميد، هنالك من شكى من المتقاعدين أن هناك تلاعب بالكشوفات وتعمد تغيير في البيانات لتأخير استلام الرواتب، ما هو تعليقك؟ ما صحة ذلك؟ أعتقد قد معصري وضح في هذا الجانب. صحيح، يعني هذه الفترة 6 أشهر يعني الأمور قد ترتبت وأتت أموال، يعني نحن نكذب على أنفسنا، أتت أموال ودعم وكل شيء، إلا أن هذه الفترة الكبيرة يعني تنقطع رواتب على ناس لا يوجد لها أي مصدر دخل. سواء طبعا في تلاعب، هذا شيء أكيد، بس مش تلاعب بالشكل الكبير. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء تغيير هذه الكشوفات؟ لم طبعا تتحمل مسؤوليتها الحكومة، هذا تتحمل مسؤوليتها الحكومة بالحرف الواضح. هي تتحمل المسؤولية في هذا، لأنها لم ترتب، يعني لم حتى تعطي يعني أوامر أو تعليمات في ترتيب هذا الوضع. أتوا لنا بـ2 من الوزراء على أساس أنهم لجنة تكون يعني مالية، كم هذا الوزير، كم مفروض لجنة متكاملة من كل العناصر، من ضباط الصلب، من ضباط الجيش، كي ينجزوا، لكن إنه عمل يعني بطيء والناس تتضور من الجوع. يعني لأن أنا مع الشعب طبعا لن نحيد عنهم إذا خرجت الناس. نعم سيادة العميد، اسمح لي، لم يعد لدينا وقت في البرنامج. أنا سألتك عن صحة الأخبار التي تتحدث عن وجود تلاعب بالكشوفات وهي سبب عدم استلام هؤلاء لرواتبهم، أنت وافقت على ذلك. من هي الجهة التي تقوم بهذا التلاعب؟ أنا أقول لكم يعني في ضباط يعني منقطعين، لم تتساوى رتبهم، يعني رائد وهو قد رتبته عميد وأتى برتبة رائد، يعطيهم أنا خريج دفعة كذا، أنا خريج، لم يتعاملوا معه، ما فيش مهنية في التعامل. لا أنت، وحصلت إشكاليات من هذا النوع، عدم حصر الضباط، الدفع كان الجيش الجنوبي هنا مرتب، دفع معروفة، دفع كليات عسكرية متخصصة، دفع خارجية، أغلب الجيش 95% مرتب. نعم، شكرا جزيلا لك. رقوا ضباط حتى مدنيين، شكرا يعني جزيلا. هذا شكرا جزيلا. نعم، إذن العميد عادل الحلمي مستشار وزارة الداخلية كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذن عودة أخيرة إليك سيد عبد المعطري، ما هي الخطوات التي ستتخذونها في حال استمرار هذا التجاهل من قبل الحكومة لمطالبكم وعدم تسليم رواتبكم؟ نحن في البداية عملنا مناشدة وعملنا تصريحات وبيانات عبر صحيفة الأمنة وعبر صحيفة عدن الغد وفي المواقع التواصل الاجتماعي، وجرينا تشاور مع أخواننا وزملائنا في محافظة شبوة وأبين وفي مديريات حالمين ورفان وبعض المديريات محافظة عدن، ونحن بصدد الانتظار. ما لم هناك يعني أنتم يجب أن تعرفوا أن الشرارة الأولى للثورة السلمية في الجنوب انطلقت من المتقاعدين، من جمعية المتقاعدين بالضالع في 24 مارس، وكانت هي الشرارة الأولى اللي أهلابت اليمن كله بشكل عام، ولهذا السبب نحن اليوم نقول أنها أمامهم فرصة. أما أن يعطوا جواب حول عملية عدم صرف المرتبات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وأما أننا أمام أمر واقع، نحن سنضطر للخروج مرة أخرى إلى الميدان، وربما هم لا يسمعون المناشدات بل يسمعون المسيرات، وربما يعني هذا هو الحل الوحيد أمامهم. نعم سيدة عميد، كان قبل أيام هنالك أخبار تتحدث أنه تم صرف مرتبات المتقاعدين في أبين، هل هذا صحيح؟ ولماذا يتم صرف مناطق دون أخرى؟ لم يكن عندي أنا علم أنه تم صرف مرتبات المتقاعدين، لأن المتقاعدين بشكل عام سقطوا سهوا ولم يكونوا ضمن أولوية صرف المرتبات.
تم صرف مرتبات المتقاعدين الذي تم اعادتهم الى الخدمه، صح؟ تم صرف المتقاعدين الذي تم اعادتهم الى الخدمه، من ضمنهم نحن يعني الذي تم اعادتنا الى الخدمه تم صرف مرتباتنا، هذا لا احد ينكر. لكن المتقاعدين اللي يظلوا في دائره التقاعد يستلمون مرتباتهم من مكاتب البريد الى الان لم يستلموا رواتبهم. نعم، تحدثت عن إعادة عدد من المتقاعدين إلى الخدمة، كم عدد هؤلاء ولماذا إذا كان تم تسوية وضع البعض بهذه الطريقة لماذا لم يوجد حلول للبعض الآخر؟ بالحقيقة هو تم إعادة الكثير من المتقاعدين العسكريين إلى الخدمة فيما قبل عام 2009، لكن البقية الآخرين توقف هذا الأمر ولم يكن هناك في إجراءات العودة بسبب ما حصل من تطور سياسي داخل البلاد، ولهذا السبب نحن الان امام فرصه ثانيه انه يتم معالجه ما لم يتم معالجه اوضاعهم، ولكن نحن الان بصدد اهميه كبرى وهي صرف المرتبات الحاليه، وهي ربما انها قليله وضعيفه جدا لا تساوي شيء، لكنها ايضا يعني تنقذ اسر من الهلاك، هناك يعني اسر معتمده على رواتبها، ونحن امام بصدد هذا الفعاليه اولا، وبعدين هناك نحن مستعدين اذا كان هناك يطلب مننا يعني كشوفات من كل المحافظات او من المجلس الاعلى باعتبار نحن نقوم بمهام مجلس المجلس الاعلى للتنسيق المتقاعدين. نعم، وصلت الفكره سياده العميد، شكرا جزيلا لك. الناطق للمجلس الاعلى للمتقاعدين العميد عبد المعطري كنت معنا عبر الهاتف من الضالع، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الكرام الان ننتقل الى السكرتير الصحفي برئاسه الوزراء السيد غمدان الشريف، مرحبا بك سيد غمدان. اهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا بك سيدي. رغم توجيه رئيس الجمهوريه للحكومه لصرف الرواتب لجميع موظفي الجمهوريه، الا ان في عدن ما زال هنالك عسكريون ومتقاعدون لم يستلموا رواتبهم منذ شهور، هل ما زلت معي؟ يبدو اننا فقدنا الاتصال بالسيد غمدان الشريف، اذا سنعاود الاتصال به لننقل له تساؤلات من كانوا معنا في الحلقة. إذا مشاهدينا الكرام حلقة اليوم من زوايا الحدث لمناقشة عدم صرف مرتبات العسكريين والمتقاعدين في مدينة عدن والضالع وأبين وبعدد من هذه المناطق، الاحتجاجات مستمرة منذ 4 أشهر لأجل المرتبات. عاد معنا سيد غمدان، هل أنت معي؟ نعم نعم معك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك من جديد. إذن سيد غمدان، رئيس الجمهورية وجه بصرف رواتب جميع الموظفين في الجمهورية اليمنية، وما زال هنالك في عدن عسكريون ومتقاعدين لم يستلموا رواتبهم، ما هي الأسباب؟ هناك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك متقاعدين الوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، كما ذكرت رئيس الجمهورية وجه بصرف جميع الرواتب وما في ذلك المتقاعدين. بعد استكمال البيانات للمتقاعدين بالنسبة لوزارة الداخلية، تم بدء الصرف من الأسبوع الماضي من يوم السبت، والصرف هو مستمر لمتقاعدي وزارة الداخلية. بالنسبة للمتقاعدي ووزارة العسكريين وزارة الدفاع، بالتعاون والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الدفاع في إيصال الكشوفات وإدخال البيانات، الحمد لله استكملت هذه البيانات، وسوف تبدا وزاره الماليه مع البنك المركزي عن طريق البريد والاتصالات من يوم الاحد القادم بصرف المتقاعدين العسكريين. كانت لدينا صعوبات. نعم عفوا سياده السيد غمدان، ولكن جميع العسكريين يشكون ومنذ اسبوع ان الرواتب لم تصرف وانه لا يوجد اي تجاوب من قبل الجهات الحكوميه. أنا أكد لك وعبر قناة بلقيس أنه تم صرف رواتب وزارة الداخلية، ولم أقول العسكريين، وأكد لك وعبر قناة بلقيس أنه من يوم الأحد الأسبوع القادم سوف يتم صرف. نعم سيد غمدان، نحن نتحدث عن المتقاعدين منهم، المتقاعدين العسكريين، وأنا أكلمك عن المتقاعدين العسكريين، أنه بعد استكمال البيانات من قبل وزارة الدفاع ووصولها واستكمالها وإدخالها البيانات، أنه نحن استكملنا البيانات كاملة، ومن الأسبوع القادم من يوم الأحد سيتم بدء صرف رواتب المتقاعدين العسكريين. العسكريين كما ذكرت لك بعد ما استكملنا البيانات. نعم. كانت عندنا صعوبة في البيانات، وهذا هو الذي أخرهم وعاق عملية الصرف. نعم سيد غمدان، ولكن كانت المرتبات تصرف قبل 4 أشهر وفق بيانات محددة، ما الذي تغير حتى يتوقف الصرف؟ هل كانت البيانات السابقة غير صحيحة؟ لماذا لم يستمر الصرف على ذات البيانات؟
نحن نؤكد لك أننا في الحكومة الشرعية تعرضنا بعد ما تعرضت للمؤسسات العسكرية والإدارية والمالية للإنقلاب الحوثي وصالح لأن هذه المؤسسات دمرت، ومن أجل بناء جيش وطني وبيانات صحيحة قمنا بإعداد كشوفات جديدة وحسب أنظمة جديدة وحسب مراجعيات جديدة وحسب آلية جديدة بعيدا عن التزوير بعيدا عن التزييف، ومن أجل التصحيح النظام المالي والإداري وبناء هذه المؤسسات على قواعد صحيحة قمنا بإعداد كشوفات جديدة ضمن موازنات جديدة، والحمد لله استكملنا ذلك، وهو كذلك في بالنسبة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين. نعم. نحن قمنا بإعداد جديد. نعم سيد غمدان، أنت تتحدث عن كشوفات جديدة بينما المتقاعدين يرون ذلك تلاعبا بهذه الكشوفات وتعمد تغيير في البيانات، وهو ما أدى لتأخر تسلم الرواتب للكثير منهم واستبعادهم من هذه الكشوفات. كان معي مستشار وزير الداخلية وكان معي الناطق باسم المجلس الأعلى للمتقاعدين، وهم من تحدثوا عن ذلك. أنا أكد لك أن هناك ليس تلاعب ولن يكون لن يسقط أي اسم بذلك، لن يسقط أي اسم يستلم راتب، لن يكون هناك متقاعد بلا راتب، سيسرف كل الصورات، ولكن نحن يجب علينا أن نتأكد من تلك الكشوفات. نعم الآن المتقاعدون سيصعدون من الاحتجاجات في الأسبوع المقبل، أنتم ما الذي كيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟ من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه السلمي، نحن مع الرأي السلمي، ولكن من الأسبوع القادم سيتم صرف الرواتب، فلماذا التظاهر؟ إذا الحكومة سوف تصرف الرواتب من الأسبوع القادم، لماذا التصعيد؟ لماذا التظاهر؟ نعم نتمنى ذلك سيد غمدان، لصرفة الرواتب بالتأكيد لن يكون هنالك احتجاج. إذن سكرتير الصحفي برئاسة الوزراء غمدان الشريف، شكرا جزيلا لك، واعذرني انتهى وقت البرنامج. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، لا يسعني بالأخير إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي. كان معي من عدن اللواء مطهر موسى والذي لم يتسع لنا الوقت للحديث أكثر معه، وكان معنا من الضالع ناطق المجلس الأعلى للمتقاعدين العميد عبد المعطري، ومن عدن العقيد طيار عادل الحالمي مستشار وزارة الداخلية، ومن عدن أيضا سيد غمدان الشريف السكرتير الصحفي برئاسة الوزراء. هذه تحيتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي محمد القاسم، نلقاكم على خير.